لكم مبروك. المتنا اللي يرجع في رمضان بحلة جديدة بديكور جديد وبأركان تعودتوا عليها وفما منها زاد جديد. بيان سور في برنامج الماتينال ديما باش تكون معايا صاحبتي وزميلتي الصحفيه. رمضانكم مبروك، رمضانكم سعيد. في برنامج الماتينال ديما فقراته موجوده من صحه وغيره، دونك دمتم اوفياء. اسنا ما خلونيش وحدي، خلوني بين زوز طويل ما فهمتش علاش، دونك صافي وسي ايوب. أكيد فاطمة في الكوجينة أنا معاكم باش نحتفلوا بهالنفحات الرمضانية. كوجينتنا عندها نكهة أخرى أكيد، اللي يحب دبارة الحلو ولا المالح يتبعني كل يوم في برنامج الماتينال. دونك كيما وعدناكم ديما فما كان الجو في برنامج الماتينال اللي يجيكم من الاثنين للجمعة على قناة التاسعة.